إذن مع المشروع الثاني وفريق محمد وياسين، تفضلوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وقبل أن نعرف بالمشروع بفكرة المشروع، سنشرح لكم سياق وسبب اختيار مشكل التلوث أو مشكل النظافة الذي يؤرق المجتمع الجزائري، لأننا نعلم أن الجزائر وتحديدا الجزائر العاصمة معروفة بأحيائها الشعبية التي تزخر بآثار تاريخية والثقافية الفريدة من نوعها. هذه الأحياء رأينا أنها تعاني الكثير من المشاكل، منها الإهمال من جانب النظافة، عدم الاهتمام، غياب التحذر، غياب الضمير لدى المواطن الجزائري في خصوص هذا المشكل ألا وهو التلوث. من جهة أخرى، جمعيتنا التي ستشاركنا الفكرة هي من بين أهدافها التنمية المواطنة الفعالة، وكذا خاصة في مجال البيئة أي المواطنة البيئية. المشروع فكرته هي تأسيس أو إنشاء مؤسسة تنظيف تعمل على إدماج الشباب العاطل عن العمل في حملات تنظيف وتهيئة الأحياء الشعبية بمشاركة السكان وأعضاء الجمعية وكذا السلطات المعنية بالحي، بتغطية إعلامية من قناة البلاد وإعانة بمواد وأدوات التنظيف من طرف الممولين. أما الفئة المستهدفة، فالفئتنا المستهدفة بدرجة أولى هي شابين من كل حي. هاد الشابين يعملان كمنسقين لهذا المشروع مع شباب على الفطرة ومع سكان الحي. الفئة الثانية التي أردنا أن نستهدفها هي سكان الحي ذاتهم، يعني بمشاركتهم في التنظيف وأيضا في الحفاظ على تهيئة الحي، وأيضا شباب جمعية سيدرا الذين سيشاركون في التنظيف وأيضا بالتوعية البيئية لسكان الحي. نعم، بالحديث عن أهداف هذا المشروع محمد. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أساس يعني الفكرة، يعني أساسا كما خيرنا هكذا، يعني احنا على بالنا بلي النظافة شيء مهم في المجتمع، ولكن دائما رغم انه الاعلانات والتلفزيون يهدر والناس تهدر والامام يهدر يعني في المجتمع، لكن نلاحظوا دائما نفس المشكل، انه كاين تلوث بيئي، كاين مشكل في النظافة في كامل الاحياء. يعني لو كان لاحظوا انه اربع عمارات ندخلوا اسم السكان اسم حي مغلق، ولكن لقوا النظافة غائبة عن هذاك الحي. يعني قررنا في هذا المشروع انه نسيو كيفاش نسهلوا هذا العمل، نشرحوا للناس، نكونوا كصورة اليوم كنموذج باش يمشيوا في هذا يعني في هذا المشروع ان شاء الله. يعني حنتعاملوا مع اطراف معينة كما قلنا، مثلا البلدية، السكان، كشباب المتطوع، ونحاولوا باش نلحقوا الهدف انه باش اسما نشاركوا ندخلوا هذا كيش يقولوا انه هذه الثقافه يعني تنظيف في عند المجتمع الجزائري، نعاونوا هاد السكان انهم يسيو ينظموا رواحهم على شكل لجنه حي تكون مسؤوله على هذا التنظيف. هاد لجنه الحي انها تخير زوج شباب من الحي يعني عاطلين على الامل العمل، انها دير اشتراكات شهريه وتخلصهم هاد الشباب، يعني باش يقدروا يخدموا يكونوا اسم شابين عاطين العمل، اسم توفر لهم عمل. ثاني هاد الشباب يعني اللي حيعمل تما يقدر حتى انه يدير عمليه اسم التدوير، كنقولوا ريسيكلاج، اسم يدير هذوك العلب البلاستيكيه، ولا يعني يستغلهم باش يعاود يبيعهم لشركات اللي تخدم عمليه التدوير. يعني مشروع انه حبينا نشروا ثقافه يعني تاع التنظيف والمواطنه الفعاله والمواطنه البيئيه تحديدا في المجتمع ان شاء الله. نعم، شكرا محمد وياسين. اذا استاذ علي بوناب، نقي حومتك، دعوه صريحه من اجل اشراك الجميع في عمليه التنظيف. والله يعني مشروع نقي حومتك هو مشروع رائد، هو بناء السلوك الحضاري، يعني كيف يمكن من خلال الحراك الاجتماعي أن نوجه المجتمع إلى إشكال عجز عنه كثير من المؤسسات، وهي مشكلة النظافة. يعني أساند شبابنا في هذه المسألة. علاش؟ لأن النظافة في ديننا هي عبادة، هي قربة، هي أجر، هي ثواب. شوف الحافز كبير جدا وعالي جدا، ولكن المنتوج السلوكي ما كاش. ماذا نفعل؟ إذن نثمن هذا السلوك لأنه حل لهذه الإشكالية، خاصة في نشر ثقافة الخير
علاقته بالبيئة. النقطة الثانية وهي المواطنة الإيجابية الفعالة، يعني المواطنة سي با دو بلا بلا بلا، وإنما هي سلوك نحو الوطن، هي سلوك نحو البيئة، هي سلوك نحو المجتمع. النقطة الجميلة جدا ما هي؟ أن نرى شبابا أعطى النمذجة، الاجتماعية داخل الحي في جذبه المجتمع نحو مشكل، يلا نتعاون. وهذا هو شعار ديننا حينما يقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون يأخذ البعد السلوكي الاجتماعي. فنقول لكم بارك الله فيكم. شكرا أستاذ فارس مستور. هذا المشروع أيضا لديه شق اقتصادي ولديه دعوة من أجل العمل. الواقع هو حماية البيئة هو الجزء لا يتجزأ من حياة المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس حتى وإذا قامت القيامة، يعني تخيل قامت القيامة، أمر عظيم جدا، يعني الناس لا تستحضر عظمة ذلك اليوم، ولكن يقول إذا كان في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. معناها أنه من تكلوش على الآخر من أجل أن يقوم بذلك. ما فعلتموه في نقي حومتك هو إعادة بعث سلوك حضاري كان موجودا وما يزال موجودا في المجتمع الجزائري، ولكن يحتاج إلى من يحركه، يحتاج إلى من يشحذ الهمم من أجل أن يقول للناس، يعني ليس من الدين أن تنظف بيتك وتترك حومتك يعني قادرة، وبالتالي في الممارسة التي ستقومون بها وكأنكم تقولون للناس يمكن بأفراد زوج فولات زرعوا البلاد، ديتو زوج من كل حي، صح ولا مش صح؟ احنا عندنا في الاقتصاد ما يسمى انتربريز ارونتابيليتي زيرو، مؤسسة ذات الإيراد صفر. الهدف نتاعي ماشي نحقق أرباح، الهدف تاعي أنني أخدم مجتمعي، واحد. الهدف الثاني أنني أوظف أناسا هم في أمس الحاجة إلى أن يشتغلوا. الهدف الثالث أن أعلم الآخر بأنه من خلال العمل الخيري فعلت وأنجزت مؤسسة بمعايير اقتصادية ولكن بأداء ممتاز، وعليه فأنتم تشكرون على هذا المشروع الذي آمل أن لا يكون مشروع الحومة وينتقل إلى مشروع الأمة، من الحومة إلى الأمة حتى تنزعوا عنا هذه الغمة. بارك الله فيكم إن شاء الله. إذن في الحديث عن هذه الأفكار المميزة والمشاريع الخيرية، أستاذ علي بوناب، تعودنا على الشباب الذي يطلب دائما ويطالب بعدة أمور. اليوم نرى شباب يقدم، يبادر ويجتهد في العطاء. هناك رسالة قوية على ما أظن. والله أنا أستمع إلى شبابنا، شوفي في جمالهم في بهائهم أعطونا واحد تصور جميل، تصور إيجابي من الأمل من الحب، أن ندفع بشبابنا إلى الإيجابية، أن ندفع بشبابنا من خلال العمل الخيري أن يشعر، يعني هذه في الزاوية السيكولوجية، أن يشعر بالتقدير الإيجابي، أن يشعر بالنظرة الإيجابية نحو الذات، أن يكون إيجابيا من خلال هذه المشاريع. النقطة الثانية وهي توجيه الطاقة الشبانية، مش سهلة الشاب باش تقنعه يعني بهدرة ولا بكذا، ما في سهلة، ولكن حينما يرى هذه المشاريع وأننا نحن يعني هؤلاء الشباب مبادرين فإنه يقتنع، يعني يتوجه إلى مسألة البناء، تفعيل العمل الخيري، نشر ثقافة الخير. النقطة الثالثة حبيت نتوقف عندها قليلا، يعني هي مسألة هذه المشاريع. وش نقول؟ نقول أنا لجان هذا باش راحوا إلى تمويل هذه المشاريع، أتصور أنه كان هناك انحراك اجتماعي، يعني كانوا في العمل الخيري دوبي إيستون، ثم بعد ذلك هذا بيسمى الارتقاء بالعمل الخيري حقيقة. هم لديهم تجربة نعم، وبناء منظومة العمل الخيري التي نحتاجها في أوطاننا. هنا أضع سطرا وقل لهم يا لجان تاعنا يا الشبير تاعنا ركمت تمدوا واحد النماذج الإيجابية، وهاته هي التي يحتاجها العمل الخيري في بلادنا. طيب أنبوست كسر، يعني بليجان هذا الشابين هذا ما نقدوش نديروا نموذج العمل الخيري في بلادنا متطور؟ والله العظيم بهذه الهامات والقامات سنذهب بعيدا إلى جزائر الخير، إلى بناء الخير في جزائر الحبيبة إن شاء الله. إن شاء الله. الأستاذ فارس مسدور، اعتمدنا طويلا على اقتصاد الثروات الطبيعية واستثمرنا فيه بشكل كبير، عندما نشاهد هذا الاجتهاد الشبابي هل يمكن لهذه المشاريع يعني أن تكون ثروة بديلة مستدامة ودائمة؟ والله نقول لك نحن استثمرنا في البقر والحجر وكل ما يمكن أن تتخيله، لكننا لم نستثمر في الإنسان. يعني الاستثمار ليس في البيطون، وإنما نستثمر في العقول، نستثمر في نماذج تربوية راقية تعطي أملا للبلد.
الكثير من الناس ينتقد شبابنا أنه شباب مهمل، شباب انحرف، شباب كذا. لا أبدا، أنا نقول لك باللي عندنا هذه النماذج الأربعة اللي راك تشوفيهم الآن، لدينا الملايين منهم، 75% من المجتمع الجزائري مجتمع شاب. وبالتالي إذا أردنا أن نحدث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أن نرتكز على هؤلاء، لأنه هذا عندما تعطيه الفرصة وتشجعه يبدع، كلاهما يستثمر في الإنسان. ونقول للناس إن دور القطاع الثالث ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، يجي واحد القطاع احنا نسموه قطاع الثالث، the third sector، القطاع المجتمع المدني، القطاع الخيري، فيفعل ما عجزت الحكومة عن فعله وما عجز القطاع الخاص عن تغطيته، ويقول للناس يمكننا أن ننظف أحياءنا بتعاون دون أن نطلب شيئا. وهذا يقول للحكومة يمكنك أن تبذلي جهدا من أجل توفير مناصب شغل، ولكننا نحن سنوفر ونساعدك في توفير مناصب شغل بطريقة خيرية. فكلاهما فكر خيري راقي يستهدف تنمية القطاع الثالث ليكون قطاعا يعطي وليس قطاعا يأخذ. نعم، شكرا أستاذ. إذن كانت هذه أفكار شباب على الفطرة، مشروعان سيتجسدان على أرض الواقع بحول الله تعالى وبمجهودات هؤلاء الشباب الذين سنرافقهم في كل خطوة يقومون بها. التحضيرات وكواليس العمل ستتابعونها مشاهدينا الكرام في الحلقات المتبقية، لنلتقي من جديد في البرايم النهائي بعد استكمال المشاريع. نشكر ضيفنا الكرام الأستاذ والخبير الاقتصادي فارس مزدور، شكرا على تلبية الدعوة. أستاذ في الشريعة وعلم النفس علي بوناب، شكرا لك. الله يبارك فيك. أيضا على بركة الله تنطلق المشاريع، انتظرونا في العدد القادم بحول الله. إلى اللقاء. على توافقنا به نحيا حياة دونها خلل. هذا البرنامج يأتيكم برعاية المركز التجاري لو غران توب شوب. قدم لكم هذا البرنامج برعاية لبيك الأقرب إليك.